السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده. اليوم ان شاء الله قررت نقدم لكم تورتيا ويد جراون بيف والبينز، ان شاء الله تعجبكم. المقادير كالتالي: عندنا هنايا خبز ديال الذره الصفر، ممكن تستعملوا البيض، ممكن تستعملوا الصفر اللي بغيتوا تستعملوه. عندي هنا جوج حبات ديال الطماطم مقطعين صغيرين كيف ما كتشوفوا. عندي نص حبه صغيره ديال البصله الحمراء مقطعه حتى هي صغيره. عندي هنايا نص حبه صغيره ديال البصله مبشوره. عندي هنايا ثلاثه المعالق كبار ديال الطماطم. عندي شويه ديال الهالوبينيو، لا بغيتو تستغناو عليها استغناو عليها في الوصفه، لكن انا كتعجبني. عندي شويه ديال الطحين. عندي جوج حبات الافوكا. عندنا ساور كريم كيف ما كتشوفوا. عندنا نص كيلو ديال البينز، الكيدني بينز. عندنا نص كيلو ديال الكفته. والتوابل: عندنا الثومه باودر، عندنا شويه البابريكا حلوه، شويه المليحه، وعندنا هاد التوابل ديال اللي غنديروا بهم ان شاء الله الكفته طيبه. سو هادو تقريبا هما الايمين المقادير، وعلى بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا غنضيفوا زويته لهاد المقيله، واحد خمسة المعلقات ولا أربعة كبار. نضيفو هاد البسالة، نص بسالة صغيرة. نضيفو لها تويمة، واحد المعلقة صغيرة ما كملاش ديال تويمة. نضيف لها رشة ديال الملحة، نبقى نشوف فيها هكذا حتى تتحمر لي شي شوية، وديك الساعة ان شاء الله نضيف عليها واحد ثلاثة المعالق كبار ولا اربعة ديال صلصة الطماطم. هانتوما كما كتشوفون بعد ما ذهبت البصيله، نضيفوا عليها طماطم، نخليوها تندمج معاها شي شويه وتلقيها ديك البنه. ان شاء الله نديرو الكيدني بينز. باش ان شاء الله تشرمل لينا في هاد الصلصه ديال الطماطم. يلا نخليها واحد الدقيقه ونكملوا مع بعض. نسيت الفليفله اللي قلت لكم، انا غندير فيها الفليفله باش تعطيها ديك البنه. نتوما كتعرفوا جميع انواع الفاصوليا كتكون او القطاني كتكون باسله، فهي بصراحه كيتواتى معاها الفلفله حاره. هذه اكله مكسيكيه، وشهيره بزاف في المكسيك، وغزاله ما شاء الله عليهم. انا دائما كنديرها، وسهله وخفيفه وظريفه. غنخليها تقلى ونضيفو مع بعضنا الكيدني بينز. من بعد ما تشحرت لينا الدقيقه اللي قلت لكم، ان شاء الله غنضيفو الكيدني بينز. هاد الكيدني بينز انا كنشريها جاهزه، اوكي، كنشريها جاهزه، كنعاود نغسلها شويه وكنسقطرها وكنديرها، كتجي رائعه بصراحه.
غير بالناس اللي كيعيشوا في المهجر يديروا بالهم لا يمشيو ياخذوها تكون ديال اللحم او لا تكون ديال الدجاج ولا سميتو، خصها تكون اورغانيك غير بالفايبر. انا غنوريكم شتي هانتوما كما كتشوفوا او اورغانيك هانتوما. خذوا هادي وديك ساعه هكذا ما تاخذوش زعما كاينه تمشيو تنساو ما تاخذوهاش تكون حلال. سو هانا كيف ما كتشوفوا كنشرمل البينز هانتوما صافي. غنخليها واحد جوج ديال الدقائق لان هي راه طايبه ومسلوقه، نخليها غير واحد جوج دقائق تشرب هاد الصوص هادي، ومن بعد ان شاء الله نطفيو على وقبل ما نطفيو عليها هاد السيزيني هادي ديال بامكانكم تستعملوها في هاد اللوبيا. هانتوما كيف ما كتشوفوا عندها جوج استعمالات، يا في اللوبيا يا في الكبسه اللي غنديروها. انا ما غنستعملهاش، كاين اللي كيبغي يستعملها فيهم بجوج، انا ان شاء الله غنستعملها غير في الكبسه. وكيف ما كتشوفوني هنا راه درت غير مليحه وتويمه وزبيته بلديه ودرت الفليفله، هادشي اللي كتحتاج، وهي راه كتجي غزاله وبنينه. وغنضيف دابا مره اخرى غنضيف شويه ديال زيت الزيتون، واحد جوج ديال المعلقه زيت الزيتون صافي. كما قلت لكم خليها واحد دقيقه ولا جوج ما نفوتهاش غير تشرب الصوص ونطفيو عليها. ها انتما كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت لينا اللوبيا غنضيف ليها هاد شويه ديال البقدونس للتزيين صافي. ما خليتهاش فاتت جوج دقائق غنجعل فيها الكفته غنوضع اول شيء زيت الزيتون عندهم واحد السر مختلف في الكفته ديالهم الطريقة اللي كتسجلها عندي واحد نص كاس ديال الماء عليها، نص كاس الماء صغير ديال العنبة. غنضيف عليها التومة معلقة صغيرة ديال التومة، غنضيف عليها شوية ديال الملحة، غنضيف عليها البابريكا معلقة، غنضيف هاد السيزيني الخاصين بها اللي ما عندوش ممكن يستعمل غير البابريكا الحلوه ويستعمل السودانيه ويستعمل شويه ديال الكمون ومليحه وصافي، لكن انا غنستعمل هاد التوابل الخاصه بها واحد جوج معالق كبار. وغنضيف طحين، ياس كطيب بالطحين، جوج معالق غندير كبار ديال الطحين كما كتشوفوا هاد نص كيلو ديال الكفته. غناخدو واحد المغرفه وندمجو الكل، باش هاد الماء تشربوا الكفته ونعرفوا القياس. دابا انا مازال ما شغلش عليها الحراره،
كندمج المكونات. غنعاود نزيد ليها واحد شي شويه ديال الماء، ربيع كاس صافي، لان فيها الطحين وغيتقلها، الا ما كانت شويه خفيفه ما غطيبش، غتبقى خضراء وداك الطحين خضر ما غطيبش الكفته ديالنا. صافي غنشعل عليها على حراره متوسطه وغنبقى حاضيها، غنبقى كنقلب فيها كنقلب فيها ما نحيدش يدي عليها حتى طيب ان شاء الله، ما كتفوتش واحد 12 ديال الدقيقه، كطيب على 10 دقائق على حراره متوسطه، ولكن دائما مع التحريك باش ما تلصقش لكم، لان الطحين كيتلصق فانتي خصك تبقاي تحركي تحركي حتى طيب لك. صافي انا ان شاء الله غنبقى نحرك فيها حتى طيب، ونتلاقاو ديك الساعه ان شاء الله من بعد ما طيب. هانتوما كما كتشوفوا خصو بقاو تحركوا فيها، حيت لما حركتوش دغيا كتلصق لان فيها الطحين، وغيسحب لكم راه طايبه وهي مازال ما طايباش. دائما مع التحريك، انا بغيت غير نوريكم خصو بقاو تحركوا فيها تحركوا فيها حتى طيب. صافي انا غنبقى هكا ان شاء الله حتى نكملها ونطفي عليها. هانتوما دوك جوج الحبات ديال الافوكا غنزيدو عليهم شويه ديال الليمون، كندير هاد السفيفيه باش ما يهبطوش لي ليه. نرشي رشيشه ديال الملح. صافي غنبقى ندعق فيها هكذا حتى نكملها ان شاء الله، ونضيف عليها باقي المكونات. من بعد ما دققناها نضيف عليها هاد الحبات ديال الطماطم، هاد الكواكامولي كتسمى، نضيف عليها هاد البصيله، هي الكواكامولي المكسيكية الغنية عن التعريف، كتجي مزيونة. كتقدم مع بزاف ديال الوجبات، نضيف لها واحد رشيشة ديال البزار الاسود مغلي، صافي غير شي شي صغيره. صافي كتكون فيها غير مليحه والحامض وشويه البزار، وهما بعض المرات كيديروا فيها الهالوبينيو، لان الشعب المكسيكي معروف بالاكل الحار، كلشي كيضيفوا له الحار، فانا كيف كل مره والطريقه اللي كنديرها. صافي هذه غتكون واجده، وان شاء الله تلاقاو معنا في تتمة ديال الطبق، ونوريكم بالمناسبه ها هي الكفته ديالنا طابت. هانتوما صافي دابا ان شاء الله غنقدموا الطبق النهائي. هذا الخبز ديال التورتيه هذا اللي قلت لكم، هذا غنسخنوه ان شاء الله في الميكروويف على حسب شحال من قطعه عندكم نتوما عندكم ميزانكم. انا هذه غنديرها على 40 ثانيه باش كتعاود تسخلينا مزيان، ولكن من بعد ما كنخرجها من الميكروويف ضروري نحطوها في هذه البلاستيكه ديالها، ولا اي بلاستيك غذائي عندكم في البيت باش يرجع عليها هذاك البخار. واللي ما عندوش الميكروويف بامكانه يستعمل يدخلها للفران، او يستعملها غير في مقلاه، ولما تسخن من كلتا الجوانب يديرها حتى هو في هذه البلاستيكه باش يرجع عليها هذا السعد. انا غنخليها ان شاء الله على 40 ثانيه في الميكروويف، ونرجع نديرها حتى انايا في البلاستيك الغذائي. انتما كيف
كيف ما كتشوفوا هذا هو الطبق النهائي ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم ويروق لكم. بصراحه زوين الاكل، الاكلات المكسيكيه تقريبا زوينين كاملين، وكنغيروا مره مره، يمكنكم تاكلوها في النهار في الليل خفيفه وظريفه ودغيا كتوجد بسرعه وهمويه ما كتحشمش في العين. احنا هما ياكلوا الجواكامولي بالتشيبس او لا كيديروها في الخبز ديال التورتيه ديال الدرا، وهالكفته زينتها بالليمون والكيدني بينز حتى هما كيف ما كتشوفوا. وهنا مكسيكان تشيز هو هذا اللي كيمشي معاها، وهنا ساور كريم اللي ما عندوش بامكان يدير غير موتزاريلا تشيز او لا تشيدر تشيز، وطبعا هذا ساور كريم. وكنتمنى تعجبكم وتاكلوها بصحه وراحه. انا غنوريكم الطريقه باش كتعمر. كناخذوا هاد التورتيه، اول حاجه كنفرشوا الكفته، كناخذوا الكيدني بينز كنديروهم، نجيب سيفه لي كومبليا الجواكامولي. كاين اللي كيديرها هكذا، وكاين اللي كيكتفي غير بالكفته والكيدني بينز والتشيز والليمون وكياكلها بالتشيبس. سو نتو اللي بغيتو ديروه. غناخذ شويش ديال مكسيكان تشيز، وضروري هما الليمون، شويه ديال الليمون اللي ما بغاش يستغنى عليه، اخر شيء ساور كريم. واللي ما بغاش الساور كريم بامكانكم تاكلوه غير بالتشيبس، المهم كيبقى اختياري، لكن هذه هي التورتيه الاصليه ديالهم، وتاكلوها بالصحه والراحه وبالهنا. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله.